بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. سياق آخر: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي هو خالقها وهو محركها وهو مسخرها لأغراض يعلمها الله، وله الجوار يعني السفن التي تجري تشق عباب الأمياه والبحار والوديان، والأقيانوسات. وتعرفوا أنتم تاريخ الغزو والاكتشاف عدد قارات ما لا تمت بوسيلة اللي استعملوها الناس معينين في عهد ما باش ينتقلوا من مكان لمكان. وكريستوف كولومب الكلب هذايا اللي كان يخدم في رؤسائه تقريب الإسبان ومن لف الإسبان اللي هما عموما قالوا عدوان على الإسلام، وعملوا محاكم التفتيش وغيره وغيره. و ما جرى وهي قصة طويلة، ما جرى فالشبابية قالوا الهند بطريق معاكسة للأولى، مش مشيوا للهند عن طريق الغرب. وما جرى بعد هذا الاكتشاف اللي عموما فيه شيء من الإيجابيات ولكن أغلبه هي سلبيات، وجرى ما جرى للأصليين في تلك الديار الأمريكية. تعرفوا قصة مجرمي الغرب اللي باش يتخلصوا منهم حكامهم بعثوا اللي محكوم عليهم بالأشغال الشاقة هزوم الغادي كتجربة، لكن بما هزوم الغادي وقت طبيعتهم طبيعة إجرام بطبيعة الأمر من لا يستغرب أن يستأنفوا إجرامهم على حساب أهل تلك الديار. والحديث يطول، والسلام علينا أهل الإسلام بالتمام والكمال.